وعلى تناول هذا الموضوع. الحقيقة برضو الموضوع ده شغلنا كثيرا، وبصينا لقينا ان كثير من الناس حتى من غير متخصصين بدأوا يتكلموا، ومن خلال وسائل التواصل يعني الاجتماعي المختلفة لقينا ان الناس كثير بتشير بعض الحاجات، صحيح. وفيها حاجات الحقيقة تخوف. يمكن آخرهم كان واحد عامل برضو يعني بوست ولا حاجة زي كده بيقول ان يوم 27 و28 فبراير القادم القمر هيقترب من الأرض، وده هيتسبب في زلازل عاتية في المنطقة. أنا يمكن حتناول هذا الموضوع سيادتك تحديدا، يمكن أجبنا في مداخلة سابقة على صحيح. مسألة دخول مصر في حزام الزلازل، صحيح. ووضحنا إن الحزام الزلزالي العالمي ده حزام معروف والأماكن النشطة معروفة، يعني الأماكن اللي حصل فيها الزلازل الأخيرة في منطقة تركيا وفي كتلة الأناضول أو اللوح التكتوني، يعني اللوح الحركي اللي موجودة عليه تركيا، واللي هو محدود بصدع أو بكسر أو بشق في الأرض اسمه صدع شرق الأناضول، نعم وهناك صدع آخر في الشمال بيسموه صدع شمال الأناضول. المنطقة دي معروفة، وضحنا في لقاء سابق إن ده نتيجة لحركة شبه الجزيرة العربية في اتجاه الشمال وضغطها على كتلة موجودة بنسميها الكتلة أو اللوح الأوروبي الآسيوي. ليه؟ لأن الغلاف الصخري للأرض اللي احنا بنعيش عليه اللي بيصل سمكه من 100 إلى 150 كيلو متر بيعوم على نطاق آخر شبه منصهر بيسميه العلماء نطاق المور أو نطاق السرعات الضعيفة، لأن الهزات أو السايزميك ويفز أو الموجات الزلزالية بيحصل ليها تباطؤ في هذا النطاق اللدن، وده بيخلي قشرة الأرض أو غلاف الأرض الصخري اللي هو ما هواش متصل وإنما مقسم إلى مجموعة من الأجزاء العلماء بيسموها ألواح متحركة أو ألواح تكتونية. كلمة تكتونية يعني متاخدة من الكلمة اللاتينية معناها الشيء المتحرك. فبالتالي الأماكن دي اللي هي الكسور أو الصدوع اللي موجودة في قشرة الأرض معروفة، وهي اللي بتمثل الحزام الزلزالي. الحزام الزلزالي مرتبط زي تطبيق ما ده على مصر يا دكتور، تطبيق ده على مصر. لو بصينا على مصر الأماكن المكان اللي هو فيه يعني هقول بيحصل ممكن تحصل منه هزات زلزالية محور البحر الأحمر، ولو أنا رحت في اتجاه خليج العقبة وبعدين على اللي هو نظام صدوع البحر الميت، الأماكن دي بالفعل فيها تخزين للإجهادات، بس برضو الزلازل اللي بتحصل فيها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وأنا هنا بغتنم الفرصة لتوجيه الشكر للزملاء الأفاضل اللي مستمرين على مدار الساعة في تسجيل ورصد الهزات الزلزالية طوال العام وطوال الأعوام. فالزلازل معروفة في المكان ده، بس هل هي من القوة بمكان إن هي الناس تبدأ تقلق منها وتخاف؟ لا، الكلام ده يعني بعيد تماما. فالزلازل اللي بتحصل في هذا المكان وهو خليج العقبة ونظام البحر صدوع الأحمر. البحر الأحمر والبحر الميت قوتها يعني لا تمثل خطورة، يعني مش ما تكونش زي نعم، خطورة الزلازل الموجودة في منطقة تركيا. أنت طمأنتنا كده يا دكتور، بشكرك دكتور زكريا الهميمي أستاذ الجيولوجيا جامعة بنها، شكرا جزيلا لك.